ينضم إلينا عبر الإنترنت السيد قدورة فارس رئيس هيئة الأسرى والمحررين في فلسطين. سيد قدورة أحييك، وأريد أن أفهم منك ما الذي يحدث، وهناك حديث أيضا كلام على أن إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ببعض تعهداته أو بعض ما تم الاتفاق عليه فيما يخص الأسرى الفلسطينيين. حقيقة الأمر أو ما توافر لك من معلومات حتى الآن؟ لك لكون الأسرى من الفئتين المستهدفتين النساء والأطفال عددهم الإجمالي يصل إلى قرابة 500 معتقل ومعتقلة، فيما الاتفاق يتحدث عن 150، يجب اختيارهم من هاتين الفئتين. اتفق على معيار أن يتم اختيار أقدم 150 من بين هؤلاء 500 طفل وأسيرة، لكن إسرائيل يوم أمس في الدفعة الأولى لم تلتزم، ليس في كل الأسماء 39، وإنما يعني اخترقت مع 7 أسرى، يعني لم يطلق سراحهم بموجب هذا البند أو هذا المبدأ الذي تم تحديده، وكادت أن تؤدي إلى أزمة يوم أمس، ولكن كانت هناك تدخلات تحديدا من الإخوة في قطر وتمكنوا من إيجاد سبيل لمعالجة الأزمة على أن لا يتكرر ذلك غدا أي اليوم. وكان أن كرروا هذا الخطأ المقصود بأن لم يحتكموا للمبدأ الذي اتفق عليه لاختيار الأسرى المنوي والأسيرات المنوي لإفراج عنهم، ولذلك نحن نعيش هذه الأزمة. طبعا من الواضح أن هناك أمور أخرى، تحديدا موضوع إدخال المواد الغذائية إلى شمال غزة، ولكن الأزمة حتى هذه اللحظة ما زالت على حالها، وأرجو أن يجدوا سبيلا إلى حلها، وبالتالي أن نستقبل دفعة جديدة من بناتنا وأبنائنا هذه الليلة. يعني إذا سارت الأمور يعني بشكل طبيعي كما حدث بالأمس، عدد الأسرى الذين سيفرج عنهم الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يعني أهم الأسماء، يعني على حد علمي أن السيدة إسراء الجعابيس كانت من ضمن الأسماء التي ستخرج اليوم. حقيقة الأمر سيتم إطلاق سراحهم هذه الليلة، ومعها 5 أخوات أخريات من اللواتي يعني حكمنا أحكام عالية وأمضينا سنوات داخل سجون الاحتلال. كثير من الناس لم يكن يعلم بأعداد على الأقل بحقيقة مسألة يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عدد ليس بالقليل من الأطفال ومن النساء. يعني هل لك أن تضعنا في الصورة أعداد الأطفال والنساء لدى في سجون الاحتلال الإسرائيلي كم تحديدا؟ يعني حاليا العدد الإجمالي حوالي من 450 إلى 500 معتقل ومعتقلة. ارتفع هذا العدد بشكل كبير منذ 7 أكتوبر، يعني صبيحة 7 أكتوبر كان إجمالي عدد الأسيرات 38 أسيرة، وعدد الأسرى من الأشبال يعني أو القاصرين كان عددهم 183 أسيرا. ارتفع العدد بشكل كبير ليصل عدد الأسيرات إلى ما يقارب 100 أسيرة، حوالي 90 أسيرة، وارتفع عدد الأسرى الأشبال لما يزيد عن 400 أسير جديد، لما يزيد عن 400 أي بزيادة أكثر من 100% لدى الطرفين، يعني نسبة الزيادة عند هاتين الفئتين أكثر من 100% خلال 50 يوم. زاد عدد الأسرى من الأطفال والنساء لدى الاحتلال الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر بنسبة 100% سيد قدور. نعم صحيح، ونحن دائما من خلال متابعتنا نقول أن الطفولة الفلسطينية في مركز استهداف الاحتلال. بالمناسبة العدد الثابت من الأسرى الأطفال هو لا يعكس مستوى الاعتقالات، لأن كثير من الأسرى الأطفال يعتقلون
لعدة أيام، ثم تفرض عليهم غرامات أو كفالات ويطلق سراحهم بحيث تستكمل إجراءات محاكمتهم وهم في بيوتهم. كثير من الأطفال تفرض عليهم ما يسمى العقوبة البديلة، الحبس المنزلي. والحبس المنزلي عمليا مثلا يصدر حكم على طفل بأنه ممنوع من مغادرة البيت لمدة شهرين، أي محبوس في بيته. والسجان هنا الوالدين للأسف الشديد. كيف المحكمة تطلب من والد الأسير الطفل أن يودع في صندوق المحكمة مثلا مبلغ 20,000 شيكل من أجل أن يتأكدوا من أنه سيلزم ابنه بأن لا يغادر البيت طيلة الشهرين، فإن التزم ولم يغادر الطفل يستعيد هذا المبلغ، وإن افترق خرقا واحدا تقوم المحكمة بمصادرة 20,000 شيكل. الأمر الذي يضطر الوالد والوالدة والإخوان أن يتحولوا إلى سجانين حتى لا يخسروا المبلغ الكبير الذي رصدوه في صندوق المحكمة. وهناك تقريعات أخرى فيما يتعلق بالتعامل مع الأطفال. ما أقصده أن أعدادهم الفعلية التي تستقر داخل السجن. كم عدد الذين تم أسرهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر؟ إجمالي العدد يعني حوالي 3,300 أسير وأسيرة جديدة. طبعا يستثنى منهم الإخوة الأسرى من قطاع غزة، إذ لم تفصح إسرائيل عن عدد من اعتقلتهم، من غزة. أسمائهم، مكان احتجازهم، أوضاعهم الصحية. لم تطلع لا الصليب الأحمر ولا المنظمات الحقوقية المسجلة داخل إسرائيل ولا الأمم المتحدة. ولذلك هذا أحد مصادر قلقنا الكبرى، أنهم مصممون على أن يبقوا هذا الموضوع طي الكتمان، وها قد مرت فترة طويلة دون الإفصاح عن عدد المعتقلين. ويعني نحن نخشى بأن يكون يعني وراء الأكمة ما وراءها. فهناك أمر مريب، لماذا لا تفصح إسرائيل ولماذا تتصرف إسرائيل هنا في هذا؟ نعم، الصوت يتقطع سيد قدورة، لكن دعني أعيد معك الرقم الذي تحدثت به الآن، على أن إسرائيل قامت باعتقال 3,300 فلسطيني بعد 7 أكتوبر باستثناء قطاع غزة. يعني الرقم في قطاع غزة، من تم اعتقالهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر ليس معلوما حتى الآن حسب قولك. سؤالي إذن، كم عدد المعتقلين والسجناء والأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي، العدد الإجمالي الآن؟ العدد الإجمالي 8,500 معتقل، ولو فرضنا أن هناك 1,000 آخرين من قطاع غزة يعني أن العدد الإجمالي سيكون 9,500 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال. نعم، أعداد ضخمة للغاية. ما الذي جعل الاحتلال الإسرائيلي يقوم باعتقال كل هذا الرقم 3,300 غير من تم اعتقالهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر؟ ما الهدف؟ سيد قدورة، نعم أنا معكم. أسألك عن الهدف الذي حدا بالاحتلال الإسرائيلي أن يعتقل أكثر من 3,000 فلسطيني غير قطاع غزة بعد 7 أكتوبر؟ الانتقام، يعني ليس الانتقام. هناك من خلال حملات مقومة من الاعتقالات التي لا تتوقف. معظم من يتم اعتقالهم يحولون للاعتقال الإداري، فلو كانت هناك تهم محددة لا يعني لقاموا بإعداد لوائح اتهام ولا قدموا لمحكمة عسكرية. أن 80% من هذا العدد من المعتقلين الجدد يحولون للاعتقال الإداري، ذلك يدل على أن المسألة هي مسألة انتقام. إسرائيل يعني في عقاب 7 أكتوبر تريد أن توقع الأذى بأكبر عدد ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني. هي تشعر نفسها في حرب مع كل ما هو فلسطيني، ولأنه لا توجد مبررات وأسباب. هم لديهم شعار، لا أعرف كم يختلف مع الشعار، مع المبادئ التي تحكم منظمة تدفيع الثمن، وهي منظمة استيطانية
صنفوها باعتبارها إرهابية في إسرائيل، أن قادة في إسرائيل سياسيين وعسكريين يرددون دائما يجب رفع كلفة النضال الفلسطيني، بمعنى أن المواطن الفلسطيني يجب أن يدفع الثمن غاليا لقاء أي عمل نضالي يقع في فلسطين، سواء كانت لك علاقة مباشرة بهذا العمل أو ليس لك علاقة به، أنت فلسطيني.